مرحبا. لا تفهم عطل الشوك بالايفون اكس لازم تفهم البورد كيف هي مصممه. بدايه البورد هي مثل ما شايفين هون، هيدا كونكتر البطاريه. طبعا هيدي بتيجي طبقتها، يعني هيدا الطبقه العلويه من هون بتقدر تنفصل عن البورد الاساسيه، بس ننفصلها بيظهر في عنا بوردتين، هيدي البورد الاساسيه وهيدي البورد الجزء العلوي اللي بيكون موجود هون وجه وقفة. الجزء الفوقاني العلوي بيتضمن الميموري، اي سي الشحن، اي سي الباور، المعالج، كل اي سي الصوت، كل هالاي سيات الاساسية بتكون موجودة بهيدي القطعة. اما الجزء السفلي يعني البورد الاساسية العريضة بتكون تتضمن مجموعة الارقاف، البيس باند، الواي فاي، هيدي هالقصص، الوايرلس شارج، هالقصص السنوية للجهاز. ضروري يكون في عندك انت برنامج الفون بورد او الزد اكس دبليو او دونجل زد اكس دبليو او الويكسنجي لا تعرف تتحقق. طبعا الشورت بده يكون عم نحكي هون عن الشورت يلي بمجرد ما توصل البطارية بيبين في سحب عالي بحدود غالبا بده يكون تحت 2 امبير واوقات بيوصل للصفر 70. بداية في عنا 3 خطوط هنا بدك تنتبه لهم. نجي على خط البطارية، هذا خط البطارية هون منشوف عليه خط البات في سي سي. هذا البات في سي سي على البورد التحتانية منه واصل، واصل بس على البورد الفوقانية الصغيرة، وتحديدا واصل على اي سي الشحن وموسفت الشحن. يوصل لهون بيتحول لفي دي دي مين بنفس القيمة خط البطارية، نكبس هون على موسفت شحن الخط الثاني بيظهر لنا الفي دي دي مين. في دي دي مين اكثر خط منتشر بمختلف طبقات الايفون اكس. كمان الفي دي دي مين بنفس قيمته كمان بيروح على اي سي بسموه اي سي البوست، هيدي انحطت بالاجهزه بعد الايفون 7. يعني هي اساسها لدعم هالخط الفي دي دي مين واستقراره. اسمها اليو 3100. فينا نعرف هالمساله من خلال منروح عليها. هيدي اي سي البوست 3100. احيي هيدي الملاحظه تعطيكم فهم على وضع. هون عم بيقولوا لنا اذا الفي دي دي مين تحت 3.4 فولت الاي سي البوست بتخليه مستقر على 3.4، يضل حافظ على استقرار هيدا الفولت، هو الاساسي لانه هيدا بتدعمه لهيدا خط الفي دي دي مين. وهي هاي من الاي سيات اللي بتشتغل مباشره مجرد ما توصيل البطاريه. طبعا هيدي في بقلبها هون مثلا هاي نقاط الفي دي دي مين بتتغذى من الفي دي دي مين. لاحظوا هون عند هيدي المساله الخط البي 4 والبي 3 هو المخرج اللي لها الفي دي دي بوست. هذا الفي دي دي بوست بيروح على بعض الاي سيات، منها مثلا اي سي باور الكاميرا، منها اي سي الصوت، لها علاقه كمان بالاي سيات تبع المسه يعني البصمه، والباور طبعا بتيجي اي سي الباور بتغذي في دوائر فرعيه. كمان هيدول بيعملوا شورت بمجرد ما نوصل البطاريه وبيوقفوا الجهاز كليا. في حاله عمليه هلا بنشوفها كيف اشتغلنا فيها وكيف استفدنا من النقاط. يعني انا مثلا وصلت عن نقاط، يعني مثلا اعرف البات في سي سي من خلال وصلت الكهرباء، صحيح هاي فاصله وصلت الكهرباء من خلال هاي النقاط. وبعدين مثلا عمل الفي دي دي بوست مضطر بدي احقن على مكونات كبيره، يعني فينا نلاقيهم بكل سهوله. فينا في نقطه مثلا معينه هون فيك توصل، هيدي النقطه فيك توصل، او على هالقطع الصغيره المكثفات الصغيره اللي هون.